بالنسبة لعدد القضايا قد ارتفعت ارتفاعا محسوسا، حيث تم تسجيل 1082 قضية في سنة 2019 لترتفع في سنة 2020 إلى 1334. أولا، هناك عدة أسباب. أولا، قضايا المبادرة وبأخص قضايا المخدرات التي ارتفعت في هذه السنة، وهذا راجع إلى مبادرة المصالح، هذه أولا. السبب الثاني، كما تعلمون، مخطط العمراني بالنسبة للمدينة لهذه السنة لقد تم توسيع البدو على مستوى الاختصاص بحوالي أريون دو دي كيلومتر، 10 كيلومتر. ولهذا فإن اختصاص الأمن الحضري أو اختصاص الشرطة لقد تم توسيع مساحة التي أصبحت تابعة للأمن الوطني بعدما كانت تابعة سابقا إلى اختصاص الدرك الوطني، من بينها طريق تيارت، طريق اتجاه الأغواط إلى غاية المطار، مطار كسال البيض، ومن الجهة الشمالية إلى غاية طريق 47 على ما أعتقد باتجاه الأبيض سيدي الشيخ. هذه من بين الأسباب التي أدت إلى ارتفاع عدد القضايا بهذه السنة، إضافة إلى نقطة أخرى وهي القضايا ضد الأشخاص، الضرب والجرح والسب والشتم إلى 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 غير ذلك، والتي يعني أصبحت معروفة لدى المجتمع. أين سجل أو سجلت النسبة ب 48% من مجمل القضايا المسجلة، تقريبا نصف القضايا فهي تعتبر أو تعد أو تصنف بالنسبة للقضايا ضد الأشخاص والأداب العام.